بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. برحب بحضراتكم جميعا ان شاء الله اعتبارا من النهارده وعلى مدار فتره احنا ما نعرفش ممكن تاخد وقت قد ايه. هنبدا مع بعض كورس الكريديت كورس في حلقات مسلسله بقدر الامكان ان شاء الله ربنا يقدرنا، وتبقى على مدار 3 حلقات كل اسبوع. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نكفر كل ما يتعلق بالائتمان من أول المنح مروراً بالاستخدام انتهاءاً بالتعثر ومعالجة المديونية. بقدر الإمكان إن شاء الله هنحاول نستخدم مدرسة جديدة في التحليل ونستخدم أساليب جديدة في التحليل ونشوف حالات عملية ونتكلم في كل ما يتعلق بالائتمان من جميع النواحي بأمر الله. بعد الحلقة الأولانية إن شاء الله هيبقى فيه الإيميل اللي هيبقى مخصوص للكورس بس، هستقبل عليه استفسارات حضراتكم وأسئلتكم والمقترحات اللي ممكن تكون عند حضراتكم، لأن الكورس في الأول وفي الآخر معمول لخدمتكم، معمول علشان يقفل احتياج ممكن يكون موجود عند ناس كتيرة كان ممكن يكون عندها حلم إنها تاخد الكريدت كورس، أو اوريدي ناس شغالة في الائتمان ومحتاجة تعمل ريفريشمنت للمعلومات بتاعتها، أو حتى ناس محتاجة تشوف مدرسة ممكن تكون مختلفة شوية في الاناليسز قد تضيف بالنسبة لها معلومة جديدة، تضيف ليها معرفة جديدة. فبأمر الله ربنا يجعلنا إن شاء الله سبب لأي حاجة أنتم منتظرينها كويسة فيما يتعلق بالائتمان. ده بالإضافة إن إحنا إن شاء الله في بعض القرارات اللي ممكن تتاخد، بعض الأحداث اللي ممكن يكون من شأنها إنها تأثر على القرار الائتماني سواء متعلق بنواحي اقتصادية أو بنواحي صناعية معينة، نحاول بقدر الإمكان القرارات دي كلها نغطيها، نتكلم عنها، نروح لها نشوف الإفكت بتاعها. هيبقى أقرب حاجة اجتماع لجنة السياسة النقدية إن شاء الله هيبقى يوم الخميس. هنبقى محتاجين إن إحنا نقول لو إحنا مكان البنك المركزي هنعمل إيه؟ هل هنثبت؟ هل هنخفض؟ هل هنزود؟ وهكذا. فبقدر الإمكان إن شاء الله القناة تكون على المستوى المقبول بالنسبة لحضراتكم جميعا. نحاول إن شاء الله نكفر مواضيع جديدة، نحاول إن شاء الله كل ما يتعلق بالناحية الائتمانية والقرارات الائتمانية نحاول نغطيها، وبأمر الله تبقى بداية لموضوعات كتيرة ممكن بعد كده نغطيها سواء من خلالي أو من خلال زملاء آخرين ممكن نستعين بيهم في بعض الموضوعات اللي ممكن تكون بالنسبة لحضراتكم أنتم محتاجين. بداية كده، أي حد شغال في الائتمان هو اسمه محلل ائتماني، اسمه محلل ائتماني، حتى هو الاسم بتاع الوظيفة بيبقى اسمه Credit Analyst أو ده راجل شغال في التحليل الائتماني بالدرجة الأولانية. يبقى إذن احنا بنتكلم على وظيفة، بنتكلم على صفة. لو الوظيفة أو الصفة دي مش موجودة في حضرتك، حضرتك هتتعب قوي. يعني حضرتك لو انت حتة الاناليسز مش بتتمتع بيها، ما انتش عارف تستخدمها، حضرتك هيبقى فيه عندنا مشكلة، والمشكلة ديت ممكن تسبب لنا ان احنا ما نبقاش مبسوطين في المكان اللي ممكن يكون فيه كتير غيرنا بيحلم ان هو كان يبقى في يوم من الايام موجود فيه. بناء على كده لازم نبقى فاهمين، طب هو احنا لما بنعمل تحليل بنعمل التحليل ليه؟ يعني لما باجي اتكلم على تحليل هو اجمالا كده انا بحلل ليه؟ لو اي حد فينا بيتفرج على تحليل لموضوع معين هو مهتم بيه، بنتكلم بقى تحليل اقتصادي، بنتكلم تحليل كورة، حتى أي حد بيعمل تحليل هو بمنتهى البساطة بيقعد يقول لحضرتك حقائق 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 مغلفة بوجهة نظره علشان يحاول إن يوصل لحضرتك الكونكلوجن اللي هو لسه ما قالوش. تاني، حضرتك أي حد بيعمل تحليل في يوم من الأيام هو بيعمل إيه؟ بيقعد يقول لحضرتك حقائق ويذكر لحضرتك حقائق عشان تفضل منصت ليه ومستمع ليه وعشان حضرتك تبقى مصدقه ومكمل معاه. الحقائق دي لازم تتغلف بوجهة نظر، وجهة النظر ديت ان انا لما انا حصل كذا وكذا وكذا حضرتك انا شايف المفروض ان الكونكلوجن النتيجة بتاعت الموضوع ده تبقى كذا. فبناء على كده حضرتك بوصلك للنتيجة اللي أنا لسه ما قلتلهاش، أنا لسه ما قلتش النتيجة. وده على سبيل المثال إن شاء الله هنبدأ إن إحنا نعمله مع بعض. لما نيجي نتكلم
هو احنا لو مكان لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المفروض نعمل ايه؟ فهنبدأ نتكلم على كل الفاكتورز المحيطة، كل العوامل المحيطة اللي بيبص عليها متخذ القرار، ونبدأ نتكلم فيها، ونبدأ نقول كل الحقائق ديت توصلنا ان انا لو مكان متخذ القرار هثبت، او انا مكان متخذ القرار لا هزود، او انا مكان متخذ القرار هخفض ايه سعر الفايده. ريجاردنج كده حضرتك ما ينفعش تكون اناليست وعندك هوى، يعني حضرتك تكون ميال لحاجه، لا ما ينفعش. حضرتك لازم بدايه كده تذكر الحقائق، والحقائق تذكر مجرده. حضرتك لما تذكر الحقائق مجرده تبدا حضرتك تحلل، تتكلم، تقول وجهة نظرك بناء عليها المفروض يا جماعة يحصل كذا. ريجاردنج كده أنا لما بعمل تحليل، أو أنا كراجل شغال في الائتمان، أو أي هوب إن أنا أشتغل في الائتمان، لازم حضرتك أبقى عارف كويس أوي 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 إن الوظيفة بتاعتي ديت هي بمنتهى البساطة أهميتها بتكمن إن أنا بسلف العميل فلوس، بخرج من خزنتي أنا من البنك فلوس وبديها للعميل. طب أي بني آدم في الدنيا لما بيجي يسلف عميل من العملاء، أو يسلف بني صديق، يسلف جار، يسلف أي حد من الدنيا، إيه أكبر خطر ممكن يتعرض له هذا العميل في وقت من الأوقات، أو هذا المقرض في هذا في أي وقت من الأوقات؟ هي بمنتهى البساطة أكبر خطر ممكن يتعرض له هو عدم قدرة المقترض على السداد. يعني الراجل اللي استلف مني الفلوس ده ممكن ما يقدرش ان هو يسدد. فعدم القدرة على السداد دي اكبر ريسك ممكن حد يواجهه لما يسلف حد. وبالتالي هي بالقياس حضرتك لازم تكون عارف كويس قوي العميل بتاعي اللي أخد مني مليون، 2 مليون، 3 مليون، 5 مليون، 10 مليون، 100 مليون، هو العميل ده هيقدر يسددهم ولا لا؟ يبقى أنا في ريسك، الريسك ده أنا قلقان منه، أنا مش مرتاح، أنا مش مطمن، فبناء على كده أنا محتاج أعرف هو العميل ده هيقدر يسدد ولا مش هيقدر يسدد. فبناء على كده أنا بعمل الأناليسيس بتاعي. الأناليسيس بتاعي ده لو وصلني ان انا ريجاردنج للظروف المحيطه للعميل هتؤدي ان هو مش هيقدر يسدد، طبيعي جدا هنهي القرار بتاعي بالاعتذار، انا مش هدي العميل ده على النقيض. لا ده العميل ده لا هو هيقدر ان هو يسدد، العميل ده الظروف المحيطه، البيزنس بتاعه، الاندستري اللي هو بيعمل اللي شغال فيها، كل ده بيقول ان الراجل ده he has a future، عنده بكره، عنده مستقبل، عنده امكانيات ممكن تساعده على انه يجنريت كاش، البيزنس بتاعه يساعده ان هو هيولد تدفقات نقديه، في فلوس جايه، الفلوس اللي جايه ديت يبقى هيقدر يدفع. هيدفع ايه؟ هيدفع الفلوس اللي اوريدي انا سلفتها له. يبقى ريجاردنج كده انا بوصي ان الراجل ده هنسلفه. ايه اللي وصلني للكونكلوجن ده؟ الاناليسز اللي انا عملته. طب في نفس الوقت الراجل ده قدم لي طلب انه عايز 5، هل بالضروره ان اديله 5؟ لا، ممكن اديله 3، ممكن اديله 2، ممكن اديله 5، ممكن اسجست ان هو ياخد 7. كل ده برضو ريجاردنج للايه؟ للاناليسز اللي انا عملته. يبقى اذا محور الموضوع ومحور الكورس اللي احنا ان شاء الله ممكن نكون على مدار فترة طويلة شوية، ممكن نقعد 3 4 شهور في الكورس ده، هيبقى محور الشغل كله كلمة analysis، التحليل. بس انا بحلل ايه؟ بحلل المخاطر اللي ممكن العميل يتعرض لها، اللي ممكن العميل يواجهها، اللي ممكن تكون سبب في ان العميل ده ما يقدرش ان هو يسدد. كل ده هيبقى بالنسبة لي ده محور الشغل بتاعي. ريجاردنج كده يا جماعه لازم نبقى عارفين كويس قوي ان انا لما باجي اعمل الاناليسيس بتاعي انا بعمل اناليسيس للريسكس اللي من الوارد ان العميل يواجهها.
واي كريدت كورس من اي سيرفيس بروفايدر بيدي كريدت كورس، نتكلم بقى اي بي اي، بنتكلم اي سي، بنتكلم اسلاسكا، بنتكلم اي مكان في الدنيا، لما بييجوا يدرسوا الكريدت كورس هما بيدرسوه ريجاردنج الموديولز بتاعتهم اتقسمت ريجاردنج للاناليسز اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعض. فاحنا النهارده عايزين نعرف الفريم ورك بتاعنا، ايه الاستراكشر بتاعنا، ايه السبجكتس، ايه الموديولز. انا لما باخد كريدت كورس المفروض انا باخده تو انالايز وات، النقطه دي في منتهى الاهميه. فبناء على كده لازم نبقى عارفين احنا الكورس بتاعنا هيتبني على ايه، ايه الموديولز اللي احنا هناخدها. احنا لما بنيجي نتكلم في المواضيع بتاعتنا ايه السبجكتس اللي احنا هنتكلم فيها كسب سبجكت، عناوين فرعيه. بناء على كده هنبدا بقى نقول الدنيا بتاعتنا هتمشي ازاي. بداية يا شباب احنا بنتكلم في analysis. يعني احنا بنتكلم كده في حتة تحليل بالدرجة الأولانية. اتفقنا على المبدأ ده وقلنا ان الكورس بتاعنا هيبقى مبني كله على نقطة التحليل. أي حد شغال في الكريدت لما بيجي يحلل بيحلل مخاطر، بس بيحلل نوعين من المخاطر. بيحلل ما يسمى بالبزنس ريسك وما يسمى بالفاينانشال ريسك. يبقى انا اي عميل في الدنيا لما بيجي ياخد مني تسهيلات ائتمانيه، انا حضرتك بشتغل ان انا بعمل اناليسز لحاجتين، لبزنس ريسك هو ممكن يكون العميل بيتعرض له، وفاينانشال ريسك برضو العميل بيتعرض له. الكريدت كورس بتاعنا مبني كله على هاو تو انالايز التو ريسكس دول، علشان اطلع في الاخر بكونكلوجن يقول العميل ده هينفع ان هو ياخد ولا لا، ولو هياخد هياخد كام على وجه التحديد. لو جينا مسكنا اول حاجه البيزنس ريسك، البيزنس ريسك عشان نبقى احنا عارفين هو كل ما يتعرض ليه العميل من مخاطر كمؤثرات، المؤثرات ديت بعضها داخلي وبعضها خارجي دون الدخول في ارقام ماليه. اخذا في الاعتبار انها تؤثر اما بالسلب او بالايجاب على هذه الارقام الماليه اللي هتبقى فاينانشال ريسك بعد. تاني البيزنس ريسك عباره عن عوامل اما داخليه العميل له دخل بيها واما خارجيه. الخارجيه العميل ملوش اي دخل فيها، اما الداخليه العميل له دخل فيها. هذه العوامل الداخليه او العوامل الخارجيه الاثنين ما فيهمش ارقام لكن بيأثروا على الارقام، اللي هو هيبقى بعد كده فاينانشال ريسك بالنسبه لي. طيب البيزنس ريسك بالنسبه لي تم التعارف كده ان تم الرمز ليهم باربع حروف M I L O، وكل حرف من دول stand for حاجه. ال M stand for macro، ال I stand for industry، ال L stand for leadership، ال O stand for obligor. تاني حضرتك شغلانتك ان انت تعمل analysis، ادام هتشتغل credit analyst الاناليسز بتاع حضرتك لازم يروح لحاجتين business risk و financial risk. لو بدأنا بالبيزنس ريسك اللي هو في عوامل داخلية زي الليدرشيب وزي الأوبليجور، وفي عوامل خارجية زي الماكرو وبعض العوامل اللي ممكن تكون متعلقة بالإندستري، الأربعة بيأثروا على الفاينانشال ريسك، يعني هيأثروا على أرقامك النمبرز بتاعتك. فلازم نبقى فاهمين البيزنس ريسك ولازم نبقى فاهمين الفاينانشال ريسك.
طيب لو مسكنا البيزنس ريسك از ا تايتل، احنا مش هندخل في اي ديتيلز دلوقتي. احنا قلنا عندنا اربع حروف ام اي ال او، وجينا اتكلمنا ان اول حاجه اسمها ماكرو، ماكرو اناليسيس. يبقى اول حاجه لازم حضرتك الف ب اما تيجي تشتغل في الائتمان تبقى عارفها، ان حضرتك لازم تكون فاهم اقتصاد، لازم تكون قاري اقتصاد، لازم تكون قادر تحلل اقتصاد وتستنتج ريجاردنج للظروف الاقتصاديه والقرارات الاقتصاديه، لازم تكون فاهم الافكت بتاع القرارات اللي بيتاخد. على سبيل المثال، هو حضرتك لو يوم الخميس خرج قرار من البنك المركزي بتخفيض سعر الفايده، حضرتك تلقائي طبعا هناخد الكلام ده بالتفصيل، انا كده البلد راح ناحيه سياسه اسمها سياسه توسعيه، انا عايز اضخ فلوس. ما هو حضرتك سعر الفايده لما يتخفض ايه اللي هيحصل؟ الناس هتجري على البنوك تستلف. الشركه او المصنع اللي موجود ده لما هيلاقي سعر الفايده اتخفض هيتوسع، هيعمل بيزنس جديد، هيبدا يعين ناس جديده، هيبدا ينزل منتجات جديده، هيبدا يبقى فيه منافسه، البطاله هتقل، الاسعار هتقل، هيصب في ناحيه المستهلك وهكذا. طب ايه اللي بيحرك البنك المركزي عشان يعمل ده؟ حاجه زي الانفليشن ريت، سعر معدل التضخم، ده برضه هنتكلم فيه بالتفصيل. يبقى لازم حضرتك تكون فاهم اقتصاد. طب هو انا لما باجي اتكلم يا جماعه ان انا ابقى فاهم ماكرو، انا ابقى ايه المقصود ان انا ابقى فاهم اقتصاد؟ او انا ايه اهميته بالنسبه لي علشان اشوف اثره على العميل؟ اهميته ان انا اوصل لحاجه اسمها مرونه العرض والطلب، الالستيستي. مرونه العرض والطلب ديت بمنتهى البساطه هي اللي هتثبت لي هو العميل ده في ديماند على المنتج بتاعه ولا لا. ما هو لو في ديماند هيشتغل، هيستلف، هياخد مني تسهيلات، هيعين ناس، هيساهم في تخفيض معدلات البطاله، هيبدا يبقى فيه consumption، فيه استهلاك. ما هو ليه؟ لان عينت ناس اديتهم اجور ومرتبات، الناس دي هتصرف الاجور والمرتبات على منتجات مختلفه، هيبدا يبقى فيه استهلاك وهكذا، بنزق عجله الانتاج. وده دور واهميه من ادوار قطاع الائتمان. حضرتك لما بتكون شغال في الائتمان بتبقى عارف ان حضرتك ليك اهميه على مستوى الاقتصاد بتاع البلد وبتساهم في الدخل القومي بتاع البلد، عامل زي عوامل الدخل القومي ونصيب الفرد من الدخل القومي، ده في منتهى الأهمية. لأن حضرتك كل ما نصيب الفرد كبر كل ما ده إدى فرصة إن هيبقى فيه فلوس في إيد الناس، ودام فيه فلوس في إيد الناس يبقى هيصرفوا، ودام هيصرفوا يبقى الشركات بتنتج، ودام الشركات بتنتج يبقى هتعين ناس، ودام هتعين ناس يبقى الطلب تقل وهكذا. يبقى حضرتك لازم تبقى فاهم ماكرو، لازم تبقى فاهم اقتصاد. طب هل لازم ابقى فاهم كل كبيره وصغيره في الاقتصاد؟ والله لو ده حصل يبقى حاجه عظيمه، لكن لا، في حد ادنى حضرتك المفروض تكون فاهمه. لازم تبقى فاهم ايه معدل التضخم وايه الاثر بتاعه، ايه هي البطاله وبتاثر علينا بالايجاب والسلب ازاي، لازم تكون فاهم اهميه سعر الفايده والاثر بتاعها، لازم تكون فاهم حضرتك أهمية الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، لازم تبقى فاهم الناتج المحلي القومي بتاع البلد شكله عامل إزاي ونصيب الفرد الأثر بتاعه شكله عامل إزاي، لازم تبقى فاهم سياسة نقدية، لازم تبقى فاهم سياسة مالية، أهمية الاجتماع اللي قلنا عليه يوم الخميس الجاي بتاع البنك المركزي، فلازم تبقى فاهم مونيتري بوليسي، لازم تبقى فاهم فيزيكال بوليسي، ولازم تبقى عارف إزاي يبقى في توازن بينهم هما الاثنين. لازم تبقى فاهم هو لو في بوليتيكال ريسك في البلد في وقت من الاوقات ايه اثر ده وايه خطورته على الاقتصاد وبالتالي خطورته على البنوك وعلى القطاع المصرفي، فلازم تبقى فاهم النقطه دي. واللي فينا عاصر الفتره بتاعت ثوره يناير وفاكرها كويس قوي هيبقى فاهم الفتره اللي احنا قعدناها بدون استقرار سياسي دي كان الاثر بتاعها عامل ازاي
وعوامل كتيرة لازم حضرتك، لكن دول حد أدنى لازم حضرتك تكون فاهم. ده ما يمنعش إن حضرتك ممكن نروح في بعض الأوقات لسوشيال ريسك، التركيبة السكانية اللي موجودة، الديموغرافيك اللي موجود في البلد، عدد الذكور وعدد الإناث، وعدد الإناث اللي في سن الزواج، وعدد حالات الجواز وعدد حالات الطلاق، الوحدات السكانية اللي هي اتبنت آخر كام سنة، مستواها كمتوسطة ومرتفعة المستوى وهكذا. لأن كل ده هيفرق معانا في إيه يا جماعة؟ بمنتهى البساطة هيفرق مع حضرتك في صناعات كتيرة، الناس اللي شغالة في الباب والشباك، الناس اللي شغالة في البوابات، الناس اللي ممكن تكون شغالة في الدهانات، الناس اللي شغالة في الأثاث، و و و و كل دي حاجات لو في بومينج، لو شغالة كويس قوي حضرتك، كل ده هيفرق معانا إن حضرتك هتبدأ تتنبأ إن مرونة العرض والطلب عالية، إن في ديماند الفترة الجاية هيبقى كويس جدا. ده مهم قوي إن إحنا نبقى فاهمينه. فجزء الماكرو أناليسيس هياخد مننا شوية وقت، هنتكلم في فاكتورز كتير قوي، هنروح لنقط كتير قوي، لكن لازم نبقى فاهمين إن الأثر بتاعها في الأول وفي الآخر الغرض منه إن أنا أوصل لما يسمى بمرونة العرض والطلب. هو ده الأساس بالنسبة لي، وهو ده سبب إن أنا بدرسه. طيب افرض حضرتك إن أنت بتتكلم وأنت بتعمل التحليل بتاعك، واتضح إن في بعض الأوقات إن حضرتك المؤشرات الاقتصادية والظروف الاقتصادية لا تساعد على التوسع في مشروع ما أو في بيزنس ما، هل حضرتك هتسلف العميل؟ استحالة. على سبيل المثال، هل حضرتك أنت متخيل في يوم من الأيام إن مثلا في الوقت بتاع ثورة 25 يناير لو جالي مصنع حديد وصلب، ولا جالي مصنع عربيات أو ما شابه أو أي تي، هل حضرتك ده أنا هديله فلوس؟ استحالة. لأن حضرتك أنا ما عنديش فيجن، أنا ما عنديش أصلا أي احتمالية إن يبقى فيه رؤية لبكرة. فهل ده يخليني أدخل في صناعات ثقيلة أو أي تي أو حتى سياحة؟ لا طبعا، ما ينفعش. يبقى إذن كل وضع سياسي وكل وضع اقتصادي معين بيفرض عليا في بعض الأوقات نوعية معينة من التمويلات، وممكن يصرفني يخليني في بعض الأوقات لا، بعض الصناعات وبعض البيزنس ممكن أنا كبنك لا ألم إيدي فيها وما أبدأش أشتغل إيه؟ أشتغل عليها. إذن دي نقطة في منتهى الأهمية إن إحنا نبقى عارفينها، إن إحنا لازم نبقى فاهمين كويس قوي إن أنا ممكن من خلال التحليل الاقتصادي أو الظروف الاقتصادية اللي ممكن تكون موجودة قدامي في وقت من الأوقات، من البداية كده برغم إن المشروع ممكن يبقى باين قوي بالنسبة لي كويس قوي، باين قوي بالنسبة لي إن هو دي حاجة قوية جدا، لكن الظروف الحالية ما تساعدنيش على إن أنا إيه؟ أشتغل عليه. ده فيما يتعلق بالتحليل الاقتصادي. أخذًا في الاعتبار إحنا ما قلناش حاجة، إحنا لسه هنبدأ ونتكلم على كل فاكتور من الفاكتورز اللي إحنا قلناها ديت in details. إحنا جاست إن إحنا بنتكلم هي إيه الفكرة من قصة إن أنا هتكلم على حتة البيزنس ريسك، وأول فاكتور فيها اللي هو الماكرو أناليسيس. تاني حاجة هو ما يسمى بالإندستري أناليسيس. من أهم الموديولز اللي حضراتكم لازم تبقوا عارفينها كويس قوي، مركزين فيها كويس قوي، فاهمينها كويس قوي، فاهمينها زي اسمكم كويس قوي، هو الموديول بتاع تحليل الصناعة. ما ينفعش حضرتك راجل تبقى شغال في الائتمان أو هتكمل في الفيلد ده في يوم من الأيام وما تكونش فاهم تحليل صناعة. لأن بمنتهى البساطة حضرتك لو أنت ما أنتش فاهم تحليل صناعة كويس، حضرتك العميل يقدر ان هو يقول لك كلام كتير قوي يبان ان الكلام ده حقيقي ومنطقي وصحيح وسليم و و و however ان الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه، والكلام ده لا يتفق مع الصناعه اللي العميل شغال فيها. فلازم حضرتك تبقى فاهم كويس قوي، حضرتك لازم تبقى فاهم الكاركترستكس بتاعت الصناعه، لازم تبقى فاهم حضرتك العميل بيتعامل مع الموردين بتوعه ازاي، بيتعامل مع العملاء بتوعه ازاي، البوزيشن بتاعه جوه الصناعه نفسها ايه، هل الراجل ده ماركت بلاير ولا الراجل ده زيه زي غيره، هل الراجل ده شغال في صناعه كونسنتريتد متركزه في ايد كام واحد، ولا الصناعه دي فريجمنتد كتير جدا شغالين فيها. حضرتك في الموديول ده هنتكلم على حاجات كتير قوي. هنتكلم هو ايه الفرق بين الصناعه، يعني لما اجي اتكلم على قطاع
واتكلم على صناعة واتكلم على شريحة جوه الصناعة، ايه الفرق بين التلاتة؟ فقطاع التشييد والبناء ده قطاع كبير قوي، جواه بقى صناعة اسمنت، صناعة حديد وصلب، صناعة اخشاب وهكذا. جوه كل صناعة من الصناعات ديت ممكن حضرتك تلاقي بقى السيمنت جواها نفسها اصلا، ممكن تبص تلاقي في صناعات مكملة او مغذية ليها، وممكن تلاقي في صناعات مترتبة عليها، زي بنتكلم بقى المساكن، بنتكلم في العقارات، حضرتك بتتكلم بقى جوه الديفلوبر نفسها، المطورين العقاريين وحاجات مترتبة على بعض. محتاجين نعرف خصائص كل صناعة، لذلك تم التعارف ان في 7 كاركترستكس، 7 خصائص. ال7 خصائص دول حضرتك لازم تفهمهم وتابلاي بقى على كل صناعة من الصناعات. هيكل التكاليف بتاع كل صناعة، كوست ستراكشر بتاعها. هنتكلم على الصناعه دي سيكليكاليتي مرتبطه بالاقتصاد ولا لا، لان حضرتك هتتفاجئ ان في صناعات نون سيكليكال ولا فرق، زي مثلا صناعه السجاير، الادخنه، حضرتك الناس السجاير تغلى، الوضع الاقتصادي يقل، حضرتك الوضع الاقتصادي يتحسن، الوضع الاقتصادي يسوق، تبص تلاقي الناس برضو بتشرب سجاير. الاكل والشرب لمستوى معين، حضرتك هتبص تلاقي ان ده بيحصل. كل ده مهم بالنسبه لنا يا جماعه، ان احنا نبقى فاهمينه، فاهمينه كويس قوي فيما يتعلق بحته تحليل الصناعه. ده بالاضافه ان احنا في عندنا في الجزء بتاع الاندستري اناليسيس موديل بتاع راجل عظيم كده اسمه مايكل بورتر. مايكل بورتر ده عمل موديل اسمه 5 فورسز، القوى الخمسة. هنفهم مايكل بورتر ده اتكلم عن ايه؟ ايه هم القوى الخمسة دول؟ طب بيتكلموا عن ايه؟ طب انا اقدر ابلاي الكلام ده على اي اندستري ولا لا؟ هناخد موديل تاني لبعض انواع الصناعات عند الناس اللي ممكن يكونوا بينتجوا very very limited products، نتكلم في 4، 3 product، 5 product. اتعمل لهم موديل اسمه BCG Matrix، بوستون كونسلتنج جروب ماتريكس. عملوا مصفوفه كده بتتكلم برضو ان انت ممكن يكون عندك منتج في يوم من الايام كاش كاو، بعرف تحلب فلوس، منتج ستار، منتج كويشن مارك، منتج دوج وهكذا. وهنحاول برضو في الموديول بتاع الاندستري اناليسيس هنعمل لينك ما بين الماكرو والاندستري من خلال اكتر من موديل اشهرهم على الاطلاق بستر. كل لتر من دولت ستاند فور فاكتور لازم نتكلم عنه ونبقى فاهمينه كويس قوي. هنعرف السوات، ولازم نتعلم ان احنا نعمل سوات اناليسيس، سترينث ويكنس اوبورتيونيتي تريتس، نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص وتهديدات. حضرتك لازم تتعلم، تعلم انك تعملها لنفسك على المستوى الشخصي، للبيزنس بتاعك، للاندستري بتاعت العميل بتاعت حضرتك، علشان تقدر تحكم هو العميل ده ايه السوات بتاعته، ايه نقاط القوة بتاعته، ايه نقاط الضعف بتاعته، ايه الفرص اللي قدامه، ايه التهديدات اللي قدامه. لو في اي موضوع حضرتك عملته في حياتك عملت له السوات دي، حضرتك هتقدر تاخد القرار بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. كل الكلام ده يا شباب 7 كاركترستيك ومايكل بورتر وبي سي جي ماتريكس سوات اناليسيس وبيستيل، كل الكلام ده هنعرفه في الموديول بتاع الاندستري اناليسيس. اللي فينا هيبقى شغال في الائتمان او اللي ان شاء الله هيشتغل في الائتمان، الموضوع ده هيبقى فاهمه كويس قوي ان من امتع الحاجات اللي احنا بنعملها في الائتمان الزيارات سبيشالي للمصانع. حضرتك لما بتزور مصنع وتبدأ تشوف البروسيس ماشي ازاي، بتشوف المراحل اللي بيمر بيها المنتج، بتبدأ تتناقش، بتبدأ تشوف من اول الرو ماتيريال لغايه ما تطلع فينيش جودز شكلها عامل ازاي. ده بيفهم حضرتك هي الاندستري ماشيه ازاي. لازم حضرتك تقرا في الاندستري، لازم حضرتك لو في جارك، لو في حد معرفه، لو حضرتك تعرف حد شغال في الاندستري دي لازم تتكلم معاه، لازم تفهم
هي الاندستري دي ماشيه ازاي، هي ايه المخاطر اللي ممكن يكون بيتعرض لها الاندستري دي. لان برجع واتكلم، احنا بنانالايز ريسك وبنانالايز بيزنس ريسك. فحضرتك ده لو في ريسك في حته البيزنس بتاعت العميل، يو ماست نو ان العميل ده هيقع وهيبقى عندنا مشكله كبيره قوي 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 معاه. بناء على كده احنا بنبدا بالبيزنس ريسك، نبدا نعمل الاناليسيس بتاعنا، بنبدا بالمايكرو اناليسيس، مرورا بعد كده ان احنا نعمل الاندستري اناليسيس. ده الجزء الاول من المحاضره الاولانيه، احنا كده خلصناه، وهنعمل الجزء الثاني على طول من يعني من المحاضره الاولانيه.